السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات كي دايرين عليكم ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير ومرحبا بكم دائما في قناه رواق ومتسنين اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد زيتون للدان كيجي اكثر من رائع غنبداو على بركه الله ندخلكم في فصل الموضوع عندي هنايا واحد نص كيلو تاع الزيتون كحل من بعد ما غسلته مزيان وخليته يستقطر ما يبقاش فيه داك الماء ونقيته من العظم ديالو وغادي اللي غيمشي مع الزيت والخل غادي يمشي مع جوج فرماجات مربعين واحد الكميه نتاع زيت العود اما بالنسبه للزيت الاخضر انا هنا خديت نص كيلو نتاع الزيت الاخضر بلا عظم حتى هو مغسول مزيان ومستقطر من الماء وغادي يمشي مع الهريسه كيبيان اللي بغينا واحد الكميه نتاع زيت الزيتون غنبداو دابا على بركة الله، غادي نخلطو الزيت الأسود، بالنسبة للزيت الأسود، هو كيجي كي كت- كيمشي مع <hesitation> فروماج، هكايا في القوتي ولا في الفطور فطور ديال الصباح، تيكون فيه واحد <hesitation> زوين بزاف، صراحة كت- كت- كيتشونجا يعني تدر الوليدات اللي ما كيكونوش كيبغيو الزيتون والكحل بهاد الطريقه هذه كتعجبهم بزاف غادي نحاول نطحن مزيان الزيتون والكحل ومن بعد غادي نضيف ليه المكونات ديالو نحاول نطحنوه مزيان وكي ياخذ معنا واحد شويه ديال الوقت راني يعني ني معاه صافي غادي نضيف دابا فرماج المربع بالنسبه للفرماج انا هنايا ضفت انا درت غير جوج فرماجات اللي باغي يضيف اكثر يضيف ورا كيعطيه واحد لوكو زوين مع الزيتون بزاف كي معاه ما نضيف دابا زيت العود الكميه اللي طحن لينا الزيتون غنبقى مستمره حتى نحصل على العجينه نتاع الزيتون يعني ما يبقى ليا حتى شي طريف تمايا صاين مره مره, مرة نحركو باش يتطحن الا حنا عينينا ميزاننا الا بنا نزيدو ليه زيت العود نزيدو ليه زيت العود هذا الشكل هذا كنحصلوا على زيتون مطحون ودابا غادي ندوزو الاخضر بالنسبه للزيتون الاخضر آه هو كيتماشى مع لي ساندويتش مع الطون كاشير يعني كيجي الروعه خصوصا فاش كنديروا ليه داك الهريسه كيجي الروعه الروعه في لي ساندويتشات الزيتون البنات كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم غادي نضيف زيت العود حتى بنفس الشكل اللي طحنا زيتو الكحل غادي نطحنو الزيتون الخضر حتى نحصلو على ديك العجينه يكون الزيتون كله تطحن يعني يكون ملس وفي الاخير البنات احنا حصلنا على جوج ديال جوج مكونات نتاع نتاع الزيتون يعني زيتون اللدان كيجي روعه روعه يا البنات الزيتون كحل هكا في الفطور ولا في الكوتي ولا حتى الدراري الصغار اللي ما كيكونوش كيبغيو ياكلوا الزيتون يعني بهذه الطريقه هذه كيعجبهم بزاف كيجي هكا بحال الشوكولا رغم انه ماشي مذاق ديال الشوكولا غير هو هكا بحال الدان يعني بحال الشوكولا كنتمنى يعجبكم وتجربوه اما بالنسبه للزيتون الاخضر راه كيتواتى بزاف البنات مع 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 لي ساندويتش كنتمنى يعجب تعجبكم هذه الطريقه هذه نتاع الزيتون وتجربوها وكنت من أنكم ما تنسوش أنكم تشاركوا معنا في القناة وتديروا تعليق ديالكم زوينة ومرحبا بكم دائما في رواق أم تسنيم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه